تحياتي لكم إخواني العرب جميعا أينما كنتم. اليوم حديثي مع أبناء الجالية في الولايات المتحدة وفي أوروبا في الغرب عموما، بس بما أننا بأمريكا فنتحدث خلينا نقول عن الجالية العربية في أمريكا العراقية والعربية عموما، هذا يجوز حتى الإسلامية الشرق الأوسطية طبيعة الحال. المهم نمشي بتقال العرب هنا، من يجي واحد يتقدم البنات هم اللي عايشين بالولايات المتحدة، والعربيات أو أولياء أمورهم كذلك يطلبون زواج حسب الشريعة الإسلامية، هذا شيء صحيح، مهر مقدم ومؤخر وحفلة صالون وهلومة وكله، يعني مو مثل الأمريكان. الأمريكية معروفة حلقة تشتري لها حتى لو من هاي الفالصة على قولة إخواننا المصريين، وتسوي عقد بالمحكمة ثاني يوم الصبح روحوا للبيت أو للفندق، هم للبيت حتى مو فندق، وثاني يوم هي تطلع للشغل وانت تطلع للشغل. هاي ما هاي يعني عايشين احنا سنين ونعرف هذا الوضع. احنا العرب والمسلمين لا، لازم حفلة وقاعة وكلة وما ادري شنو، فندق وروح ومهر، هذا المهم، مهر يكسر الظهر. طبعا ما ياخذونه قريب للمهر مثل الدول العربية، يقول لك لا هنا السوق يختلف وكذا، فمهر عالي. المهم قول هذا حق. بالمناسبة انا عندي بنت طفلة عمرها سنتين، ان شاء الله بعدين بالمستقبل راح اواجه هذا الشيء وراح اقول لكم شلون اتصرف الصحيح. كذلك تمشي الامور حسب مثل ما قلنا التقاليد العربيه، مهر وكذا والاسلاميه، اوكي لهنا صحيح، احنا مسلمين حتى لو بامريكا لازم هذا الشيء موجود، لكن من تعيش وياه او اذا عمرت وياه وعاشت بما يرضي الله فزواج مبارك ان شاء الله، وكثير عالم هنا عايشه وكذا. لكن احيانا الزواج يفشل بسبب الزوجة، بسبب الزوج، بسبب الظروف، بسبب يعني مرات عين بنادم، عين الحسد، مرات يعني السبب الطلاق بغض الحلال، بس هو يعني جائز شرعا. من يصير الطلاق هنا موضوعي، من يصير الطلاق ينسون الشرع أبد وينسون أنه جاي من الأمة العربية أو الإسلامية، يصير شنو؟ أمريكان سيستم، أمريكان لو حج تريد الطلاق تأخذ حقوقها حسب ما يفرض القانون الأمريكي، يا بأخذ مؤخر وحاضر وغايب، لا حسب القانون الأمريكي 50-50، بس هي بالطلاق هم تأخذ الحاضر ولا 50-50 ونفقة وكذا وبلاوي، تأخذ حقوقها حسب ما يفرض القانون الأمريكي. طبعا القانون الأمريكي ما أقول لك يعني غلط أو صح، القانون الأمريكي أقر مو حسب الشريعة الإسلامية ولا حسب أي شريعة سماوية أو غير سماوية. فالقانون الأمريكي يقول لك الزوج على القانون الأمريكي وطلق على القانون الأمريكي وموت على القانون الأمريكي، بس ما يقول لك القانون الأمريكي الزوج حسب الشريعة الإسلامية وتطلق حسب القانون الأمريكي، ماكو هيج حاجة. يعني سيارة محركها اشتريتها عفوا يابانية، يصير بعدين تشتري لها قطعة غيار للمحرك أمريكية مثلا؟ ما يصير. زين سيارة الوارنتي مالتها كذلك، هذا مثال أفضل، سيارة يابانية الوارنتي مالتها من اليابان مثلا من شركة تويوتا، يصير بعدين تروح لشركة جيمسي الأمريكية وتقول لهم أنا عندي وارنتي وتعالوا أنتم تكفلوا بيها؟ ما يصير، كل وارنتي يروح للكمبيني تبعه. فيا أخوان يا عرب يا مسلمين، إحنا يعني كل إحنا اللي عنده بنت واللي عنده أخت واللي ما عنده اليوم عنده باكر، واللي ما عنده باكر عنده بعد باكر، واللي ما عنده هو عنده أخوه عنده أخته وكذا، يا أما تتزوجون حسب الشريعة الإسلامية والتقاليد العربية، وأسأل الله بحق محمد وآل محمد تمشي حياتكم بصورة صحيحة وماكو أكشن
وتستمر وتخلفون صبايا وتالي تزوجون بناتكم وهكذا دواليك. يا أما إذا ما نجحت حياتكم وتردون طلاق، فالطلاق يجب يكون أيضا حسب التقاليد والشريعة الإسلامية، يعني حسب التقاليد العربية والشريعة الإسلامية. أما هذا إحقاق الحق، أما إذا تريد تأخذ حقوقك بالطلاق حسب القانون الأمريكي أو الأوروبي إذا عايش بأوروبا، فلازم يكون زواجك أيضا حسب هذا القانون. تمام؟ هسه واحد يقول لي لا شلون وإحنا مسلمين لازم عقد؟ أوكي يا حبيبي، سوى عقد شرعي، عقد شرع إسلامي، بس قول الحقوق وما حقوق حسب ما يفرض القانون الأمريكي لقدام. أما إذا اللي هو تعرفونه لا مقدم ولا مؤخر، تمام، هم الاثنين هم الزوجين يشاركون بالبيت أو الشقة، وهذا هي تدفع كذا وهو يدفع كذا، ولا صار طلاق في ماله، يتناصفوا، هذا القانون شي قرر. يا أما تقولون نريد عقد إسلامي، لا وإحنا لازم اخذ مؤخر، حدد المؤخر، حدد المقدم، وحفلة وصالون وكذا وحنة، لكن بالطلاق لا قدر الله إذا صار طلقوا حسب هذا القانون الإسلامي اللي أنتم تزوجتوا عليه والأعراف العربية أو الشرق الأوسطي. هذا موضوعي أنا، أنصحكم منصح نفسي. أنا عندي بنية مجرد عمرها سنتين، إذا الله أعطاني عمر وإن شاء الله كبرت وزوجتها هنا بداخل أمريكا وليس في المنطقة العربية، إذا زوجتها خارج أمريكا، فأعاهد الله وعاهدكم وعاهد نفسي أولا أنه أزوجها حسب الشريعة الإسلامية والعربية والتقاليد العربية، بس بشرط أشرط على نفسي وعليها وعلى زوجها أنه لا قدر الله، لا قدر الله إن ما استمرت بحياتها الزوجية وصار انفصال لا قدر الله، فعاهد الله ونفسي ولكم أنه تطلق حسب التقاليد العراقية العربية، لأن أنا عراقي، والشريعة الإسلامية، ما أريد لها أي حقوق حسب القانون الأمريكي. تمام؟ إنما حسب الشريعة الإسلامية إيش تحدد القانون الأمريكي، نعم تأخذ حقوق حسب إذا ما تعارضت مع الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية بالطبع تعارض إنه البيت مثلا نص بالنص، إذا هي ما مساهمة به، يعني إذا هي اشتغلت، إذا زوجها اشتغلت واثنين محطون بالبيت واشتروا سوا، باعوا هم. قبل ما أختم بس، هو للأسف في التيك توك، إذا على اليوتيوب راح نشره كامل بس على التيك توك خاف ينقطع. إخواني إذا هم ساهموا بالبيت، المورتج إذا كان مع بعض سوا هم اثنين مشتغلون واتفقوا إن العقد واحد اثنين هم يدفعون، لا هنا يعني حتى الشريعة الإسلامية يقول لك لازم شركة، هاي موجودة، هذا مشاركة، هذا صارت مو حقوق. ولكن إذا هي تجي تتزوج وزوجها أصلا عنده بيت، أو هي قاعدة بالبيت ربت بيت وهو يشتري بيت، ومن تطلق تأخذ تناصفة نص بنص حتى لو مالك شركة، فهذا اللي هو ما يطابق الشريعة الإسلامية، هذا قصدي، وليس أنه أنا تزوجت وزوجت اشتغل وأنا اشتغل قررنا نشتري بيت وقررنا أنه نشتري بالإقساط سوا أنا هالقدرات وهي هالقدرات اثنين نحط، لا يعني بالطلاق أنا أخذ البيت وهي ما تأخذ شيء، أو هي تأخذ شيء كله وأنا ما أخذ، هاي الإسلام ما يرضى بها، لا ضرر ولا ضرار. أنا أقصد في حال الزواج تقليدي، يعني هي ربت بيت وأنت رب أسرة، طبعا الإسلام ما يقول للزوجة ما تأخذ شيء، لا تأخذ الحاضر والغايب، وأصلا حرام أنه أكو يخلونا تكره العيشة بحيث تنجبر أنه تتنازل الحاضر والغايب بالشريعة الإسلام، حرام هذا الشيء. فهذا القصد، كذلك الحاضنة لازم تبقى ببيتها، يعني الإسلام بالعكس يعز المرأة ويعطي كل شيء. وهسه اللي يقول بأمريكا وين إسلامه وبالدول العربية، ما مثل ما قلت أرجع وأقول عمي ما يخالف، سوى عقدك بالشريعة الإسلامية، بس الحقوق والكذا حقوق وكذا، والمرأة اتفقوا أنه حسب القانون الوضعي للبلد اللي عايشين به. فمقصد كلام الزبدة، خاف واحد إذا أنت حسيت أنه طولت عليك آسف، أنا لأن أنا ما نزل فيديوهات وايد، بس الزبدة أنه لا تأخذ لا تسوي شيء حسب القانون العربي والإسلامي، ومن يصير انفصال بروكن تريد تأخذه حسب القانون الأمريكي أو الأوروبي، لا حبيبي، من تمشي بهذا هم انفصل بهذا، أو من تم أو اختار تروح بهذا وانفصل به. تحياتي لكم، وإن شاء الله ماكو انفصال
لأي طرف، وإن شاء الله الكل حياة سعيدة، وإن صار انفصال لا قدر الله فإن شاء الله تحلونها بطرق ودية وتحفظ كرامة الطرفين وترضي الله ورسوله والمؤمنين. تحياتي لكم وفي أمان الله.